بعد قليل من إعلان فوز السيسي، بادر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بادر بالدعوة لعقد مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر للمانحين لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية. ودعا ملك السعودية الجميع للابتعاد عن شؤون مصر الداخلية بأي شكل من الأشكال، كما دعا خادم الحرمين الشريفين الرئيس المصري المنتخب لعقد حوار وطني بمشاركة الفئات التي لم تتلوث بسفك الدماء. السعودية ستكون مقصد أول زيارة للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي حسب ما أكد سفيرنا فيها عفيفي عبد الوهاب. السفير قال إن مصر كانت في أمس الحاجة لموقف داعم من الدول العربية، موضحا أن دعوة خادم الحرمين لعقد المؤتمر ودعوة الدول الشقيقة هي للتأكيد على استمرار دعمها لمصر. في شأن مختلف، قال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قال إن اللجنة قررت تخفيض عدد مقاعد البرلمان استجابة لرغبة مؤسسة الرئاسة على حد قوله. وأضاف فوزي أن الأحزاب والقوى السياسية تتواصل مع رئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لتسجيل اعتراضاتها على القانون الذي لا يعرف إن كان سيصدر في عهده أم بعد تولي الرئيس المنتخب. طالب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بعدم تحصيل أي مبالغ مالية من أولياء الأمور عند التقديم لأبنائهم للالتحاق بمدارس المرحلة الابتدائية وما دونها. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بالوزارة لمناقشة ترتيبات امتحانات الثانوية العامة، أعلن محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات نظام السنة الواحدة سيبلغ 204,000 طالب وطالب على مستوى الجمهورية. الاستعداد عندنا في الثانوية العامة كان أهمها والأمن. وزارة التربية والتعليم كان في بينها تنسيق تام بينها وبين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. بالفعل سلمناهم كل مقرات سواء مراكز توزيع أسئلة أو مقرات لجان نظام ومراقبة، وإن شاء الله هيأمنوا لنا جميع لجان سر الامتحان. كمان احنا اتفقنا مع الدفاع وزارة الدفاع وعمليات القوات الجوية بتوصيل الأسئلة إلى مقراتها عن طريق الطيران العسكري، وده تم في خلال الأسبوع في خلال هذا الأسبوع بمساعدة القوات المسلحة، والحمد لله جميع الأسئلة وصلت المحافظات النائية على خير وسلام. قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي إن عناصر من القوات المسلحة تمكنت من تفكيك 3 براميل TNT شديدة الانفجار كانت مجهزة بدائرة نسف وضعها مجهولون بجوار مبنى الحماية المدنية بالعريش. وقال المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم إن القوات نجحت أيضا في تدمير 7 أنفاق بمدينة رفح. بعد يوم واحد من أزمة انقطاع الإنترنت في مناطق متفرقة بالقاهرة والمحافظات، تمكنت مباحث الاتصالات بمحافظة البحيرة من الوصول للشخص المتسبب في قطع خدمة الإنترنت وشبكات المحمول. وكشفت التحريات أن مقاولا بمحافظة البحيرة كان يقوم بأعمال حفر لخط صرف صحي أمام شركة مياه الشرب، مما أدى إلى قطع الكابل الفايبر الرئيسي المخصص لشبكات المحمول والإنترنت.